إلى كريستين ريناوي في الجليل الأعلى، ومن ثم سنذهب أيضا إلى رمز القاضي في الجنوب اللبناني. كريستين، أهلا بك معنا. نبدأ من دوي صفارات الإنذار في إصبع الجليل، ما الذي حدث هناك؟ نعم سونيا، نتحدث عن تفعيل متواصل لصفارات الإنذار، هي لا تتوقف عمليا، تحديدا في مناطق إصبع الجليل التي فيها مناطق أعلنت عسكرية مغلقة لصالح العملية البرية التي يزعمها الجيش الإسرائيلي. نتحدث عن آخر الإنذارات كانت في مسقاف عام، وهي أيضا معلنة كمنطقة عسكرية مغلقة. وبالمجمل منذ فجر هذا اليوم دوت صفارات الإنذار نحو 20 مرة في مناطق الشمال، الجليل أعلى، إصبع الجليل، الجليل الغربي، وكان هنالك تعليمات لسكان صفد وجبل الجرمق وأيضا مناطق أخرى في الجليل الأعلى بالبقاء قرب الملاجئ. هذا إجراء احترازي لأن يكون هنالك في العادة خشية من إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه هذه المواقع، وبالتالي لتقليل الخسائر توجه مثل هذه التعليمات لمن تبقى من السكان في البلدات المخلاة أو للساكنين في المناطق التي لم يشملها الإخلاء. إلى جانب التطورات الميدانية وتفعيل صفارات الإنذار الذي هو يبين أن هنالك صواريخ تطلق، وعلى ما يبدو أن هذه الصواريخ بالأساس تستهدف سونيا التحشدات العسكرية والآليات الإسرائيلية والقوات الموجودة في هذه المناطق التي أعلنت مناطق عسكرية مغلقة. وأشير إلى أنه ليس فقط في المطلة ومسقاف عام وكفرق العادي، أيضا الليلة الماضية أضاف الجيش الإسرائيلي ثلاث مناطق إضافية في الملكية تسيفعون ودوفيف في الجليل الأعلى، بالتالي نتحدث عن ست مناطق في الجليل الأعلى وإصبع الجليل أعلنت منطقة عسكرية مغلقة، مناطق عسكرية مغلقة، وهذا يعني بأن هنالك وجود عسكري للقوات الإسرائيلية. لا ينشر الجيش الإسرائيلي إحداثيات ومواقع وجود قواته، لكن إعلان هذه المناطق كمناطق عسكرية مغلقة هي مؤشر على وجود عسكري هناك. اللافت هو بيانات حزب الله والبلاغات العسكرية القادمة منه، وتحديدا التصدي الذي عمليا هو موجود على الأرض، تحديدا البلاغ الذي تحدث عن التصدي لقوات مشاة فجر هذا اليوم من المطلة باتجاه العديسة. بالتالي واضح أن هنالك تصدي من المقاومة اللبنانية، من المقاومة الإسلامية في لبنان وحزب الله، وهنالك مهمة صعبة على الجيش الإسرائيلي في إطار محاولات التوغل البري من أجل على ما يبدو تقليل الصعوبات أو توسيع هذه العملية. أضاف الجيش الإسرائيلي فرقة إضافية هي الفرقة الهجومية 36، في البداية أعلن عن أن تقود العمليات البرية الفرقة 98، هذا اليوم جرى إضافة الفرقة 36 بما تشمل من لواء جولاني ولواء المدرعات 188 سونيا. نعم، التطورات على الجانب اللبناني.